بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. درسنا لهذا اليوم الصف الثالث الثانوي، المادة البلاغة والنقد، الفصل الدراسي الثاني، عنوان الدرس نقد الشعر ومقاييسه. المعلم المقدم ياسر عبد الرحمن الكلثم، المعلم المعد مشعل بشير العتيبي. على بركة الله، هذه هي أهداف الدرس. بعد الدراسة يستطيع الطالب بحول الله أن يعدد الطالب أنواع الشعر، أن يذكر الطالب مقاييس نقد المعنى، أن يبين الطالب مقاييس نقد العاطفة، أن يتذوق الطالب النماذج الشعرية. نقد الشعر في هذا الدرس، التمهيد. حياك الله أخ عبد الهادي، هل الصوت واضح عندك؟ بارك الله فيك. جميل. في هذه القطعة تعد صرخة الحياة التي يطلقها المولود عند ولادته من الحركات غير الإرادية التي تحدث للوليد بسبب التغيرات العصبية الطارئة عليه بعد الولادة، وربما كان ذلك الانعكاس العصبي بسبب تأثير الهواء الخارجي في الجلد، مما ينبه التنفس في الجملة العصبية. وربما حدث بكاء الوليد بسبب انقطاع الدوران الجنيني المشيمي إلى آخره. هذا الكلام من أي فنون الأدب؟ من أي فنون الأدب؟ هو من النثر. أي نص يأتي على هذه الطريقة، سواء مقال أو قصة أو أي معلومة تأتي على هذه الطريقة، فهي نثر. ولكن هنا قال ابن الروم يعلل صرخة المولود، نفس الموضوع، ولكن هذا أسلوب وهذا أسلوب، هذا طريقة وهذا طريقة. الطريقة الأولى نثر، وهذه الطريقة لنفس القضية، قضية المولود الصغير عندما يصرخ. يقول: لما تؤذن الدنيا به من صروفها، يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد، إذا أبصر الدنيا استهل كأنه بما سوف يلقى من أذاها يهدد. هنا نظم المعلومات السابقة بطريقة تختلف عن الطريقة الأولى. هذا الفن يسمى الشعر. إذن هناك فرق بين الشعر وبين النثر، لكل واحد منهما طريقته الخاصة. على ما يقوم الفن الأدبي الشعر والنثر؟ يقوم على عنصرين، هما الشكل والمضمون. هما الشكل والمضمون، أي عندما تريد أن تكتب نص نثري، عندما تريد أن تكتب نص نثري فإنك تتجه إلى عنصرين أو نص شعري، هما الشكل والمضمون. الشكل سواء تختار قالب شعري أو قالب قصصي أو قالب مقالي أو القالب الذي تريد أن تعبر فيه عن القضية التي ستتحدث عنها، والمضمون هو المعاني التي داخل هذا الشكل. عندي إذن الشكل والمضمون، عنصرين أساسيين يقوم عليهما العمل الأدبي سواء كان نثري أو شعري. أنواع الشعر عند الأمم. الشعر ليس في الأمة العربية فقط، في كل الأمم، في كل الأمم هناك شعر تعليمي، وهناك شعر قصصي، وهناك شعر تمثيلي، وهناك شعر غنائي. هذه الأربعة أنواع للشعر: الشعر التعليمي، والشعر التمثيلي، والشعر القصصي، والشعر الغنائي. سنأخذ كل واحد منهن على حدة. عرف الشعر التعليمي. الشعر التعليمي هو الشعر الذي تضمن عرض علم من العلوم، ويخلو من عنصري العاطفة والخيال، ويسمى عند العرب بالنظم. عندي ثلاث معلومات في هذا التعريف. أولا،
يعرض علم من العلوم يخلو من عنصري العاطفة والخيال ويسمى بالنظم، ويسمى بالنظم، يأتي إلى معلومة من المعلومات أو قضية من القضايا العلمية، مثلا معلومات عن النحو، معلومات عن حروف مثلا الإدغام، حروف الإظهار، معلومات عن حروف مثلا عن التجويد، معلومات عن الفرائض، معلومات يعني أشياء علمية، ثم ينظمها في قالب شعري. الهدف من طبعا ليس فيها عاطفة ولا خيال، القصد منها إيصال المعلومة فقط وترتيب المعلومات ليسهل حفظها، ترتيب المعلومات ليسهل حفظها، ويسمى عند العرب بالنظم لأنه ينظم هذه المعلومات في قالب شعري، ينظم هذه المعلومات في قالب شعري. النظم أي أنها أخذت نظام شعري ليسهل حفظها، ليسهل حفظها. لماذا ازدهر الشعر التعليمي في تراثنا؟ لماذا نجد هناك مثلا ألفية بن مالك، مثل منظومات في التجويد، في الفرائض، في يعني علوم كثيرة وجدت بالقالب الشعري، منظومات شعرية تعليمية حتى يسهل معها حفظ العلوم وضبط أقسامها وأنواعها. عندما أريد تسهيل المعلومات فإنني ألجأ إلى نظمها في قالب شعري ليحفظها المتلقي. فعندما تأتي إلى النحو وتحفظ ألفية بن مالك، هو نظم النحو كله في قصيدة، كلامنا لفظ مفيد كاستقم إلى آخره، نظم المعلومات النحوية في قصيدة. هل هذه القصيدة نسميها مثلا شعر عظيم، شعر فيه عاطفة، شعر فيه خيال؟ لا لا، هو الغرض منه إيصال المعلومات وتحفظ، وتحفظ هذه، يسهل حفظ هذه العلوم، وأيضا تقسيمها، معرفة أنواعها، معرفة كل ما يتعلق فيها. الشعر القصصي أو الملحمي، الشعر القصصي أو الملحمي الذي ظهر في بداياته عند اليونان. القصصي أو الملحمي، ما تعريفه؟ الشعر القصصي الملحمي هو الشعر الذي نظمت به الملاحم الأسطورية الطويلة، ملاحم، حروب، قصص طويلة جدا تتألف من 10,000 بيت، 5,000 بيت، 2,000 بيت، يعني أبيات كثيرة جدا تنظم لتخلد هذه القصص، تخلد هذه القصص. بدل ما يأتي الشخص ويقرأ مثلا تاريخ كامل في منثور نثري هكذا، يقرأه في طريقة شعرية، يقرأه في طريقة شعرية. طيب، لا نجد هذه الملاحم عند العرب، وجدناها عند اليونان، وجدناها عند غيرهم، ولكن لا نجدها بكثرة عند العرب. لماذا؟ لأن الوزن الشعري في الشعر العربي أكثر انضباطا، لا يقبل الاختلال، إذا اختل خرجت من قائمة الشعر، ومن الصعب أن تنظم 10,000 بيت، 5,000 بيت، طويلة جدا وتحتاج إلى ضبط يعني مكلف، يعني يكلف، يحتاج إلى وقت وجهد كبير. وميل العرب إلى الإيجاز، العرب تريد أن تختصر، تحب الاختصار، تحب 100 بيت، 50 بيت، 30 بيت، 70 بيت، 20 بيت، 15 بيتا، تريد أن توجز وتختصر، فلا يناسبها الملاحم هذه المطولة. هناك ملاحم عند اليونان وعند العرب في العصر الحديث، ما هي الملاحم التي عند اليونان؟ هي الإلياذة والأوديسة لهما إيماروس، هوميروس هذا الشاعر له الإلياذة والأوديسة، وعندنا عيد الرياض لبوليس سلامة، وعندنا الإلياذة الإسلامية لأحمد محرم، وغيرها من الإلياذات تروي تواريخ طويلة. طيب، ننتقل إلى الشعر التمثيلي. الشعر التمثيلي بدلا من أن يخرج الممثلين على المسرح ويتحدثون، مثلا يدخل فلان ويقول السلام عليكم ويرد عليه وعليكم السلام، ثم يقول محمد كيف حالك يا خالد، ويرد خالد بخير ولله الحمد. هذا الحوار الذي يكون بكلامنا العادي النثري يكون بدلا منه الشعر، يكون بدلا منه الشعر، فيأتي فيدخل مثلا محمد ويقول بيت شعر، ثم يرد عليه خالد ببيت شعر آخر.
طبعا هناك قضية وموضوع يريد الممثلون إيصالها للجمهور وللمتلقي، ولكن من خلال الشعر. هذا يقول بيت وهذا يقول، يرد عليه ببيت، ثم يأتي عنصر ممثل ثالث ويدخل معهم ببيت، ويأتي ممثل رابع ويرد عليهم ببيت، يكون الحوار بينهم بالشعر، بالشعر بدلا من النثر. رواد الشعر التمثيلي في الأدب العربي، ولهم كثير من القصائد أو المسرحيات الشعرية. أحمد شوقي أول من كتب المسرحية الشعرية في الأدب العربي، أول من كتبها هو أحمد شوقي. إذن أحمد شوقي هو أول من كتب في المسرحية الشعرية في الأدب العربي. المسرحيات التي ألفها مسرح كليوباترا ومجنون ليلى وعنترة، هذه ثلاث مسرحيات كتبها أحمد شوقي. ثم جاء بعده من برز في الميدان عزيز أبابة. عزيز أبابة ألف عددا من المسرحيات الشعرية، استمد موضوعاتها من التاريخ الإسلامي، استمد موضوعاتها من التاريخ الإسلامي الذي هو عزيز أبابة، مثل العباسية وعبد الرحمن الناصر وغروب الأندلس، عفوا العباسة. عندنا هنا عرف الشعر الغنائي. الشعر الغنائي لا يقصد به الشعر الذي يغنى، لا يقصد به الشعر الذي يغنى. عندما نقول الشعر الغنائي فإننا نقصد به معنى آخر، نقصد به شيئا آخر غير الذي يغنى. هو الشعر الذي يعبر به الشاعر عن تجربته ووجدانه الخاصة وعواطفه الذاتية. الشعر الذي يعبر به الشاعر عن عواطفه الذاتية وأحاسيسه ووجدانه، يعبر عن مشاعره فقط، لا يعبر مثلا عن هموم الأمة، لا يعبر عن هموم غيره، لا يعبر عن هموم مثلا الشعب، لا يعبر عن هموم، يعبر عن أحاسيسه وعواطفه الذاتية فقط. هذا هو الشعر الغنائي الوجداني. الشاعر يعبر عن نفسه. طيب، عندما نريد أن ننقد الشعر، أمامي نص، طبعا لا يوجد نقد بلا نص، نأتي بالنص أولا. طبعا تعريف النقد هو دراسة العمل الأدبي وإظهار الجوانب الإيجابية والسلبية، ومن ثم إصدار الحكم. نأتي إلى المرحلة الأولى وهي دراسة النص الأدبي. يوجد أمامنا نص شعري، هذا النص الشعري مثلا يتكون من 20 بيتا، جميل. فعندما أريد أن أتعامل مع هذا النص، فإن يوجد مقاييس للنقد لكي أتعامل مع هذا النص وأخرج منها الإيجابيات والسلبيات، لأستطيع في الأخير أن أصدر حكما على هذا النص وأقول هذا نص جيد أو هذا نص جيد جدا أو هذا نص ممتاز. هذه المقاييس أو العناصر، أولا ننقد المعنى، نتجه إلى المعنى ونفتش فيه. كيف ننقد المعنى؟ سيأتي لاحقا. إذا انتهينا من المعنى نذهب إلى العاطفة، إذا انتهينا من العاطفة نذهب إلى الخيال، إذا انتهينا من الخيال نذهب إلى الأسلوب. إذا هذه العناصر توضع أمام أعيننا عندما نريد أن ننقد النص، فأتناول المعنى، فإذا انتهيت من المعنى تناولت الأسلوب، فإذا انتهيت من الأسلوب تناولت الخيال، فإذا انتهيت من الخيال تناولت العاطفة. طيب، كيف أتعامل مع المعنى؟ كيف أتعامل مع المعنى؟ أولا، ما هو المعنى؟ ماذا يقصد بالمعنى؟ يراد بالمعنى الفكرة التي تعبر عنها القصيدة، ففي القصيدة الواحدة فكرة رئيسة تنتظم الأبيات جميعها بالإضافة إلى أفكار جزئية صغيرة. الفكرة الرئيسية مثلا، كتب الشاعر قصيدة في رثاء ابنه، في رثاء ابنه. إذن الفكرة الرئيسية هي
الرثاء وإظهار الحزن على هذا المفقود، على هذا المفقود. هذه هي الفكرة الرئيسية، وهناك أفكار جزئية صغيرة تدعم هذه الفكرة الرئيسية، وهي مثلا يعني كيف يعني بكى، كيف صبر، كيف تلقى الخبر بالوفاة، كيف عاش في هذه الدنيا بعده. كل هذه أفكار جزئية تدعم الفكرة الرئيسية، وهي فقد هذا الابن والحزن عليه. هذا هو المعنى، الفكرة التي تريد أن تعبر عنها القصيدة. طيب ننظر هنا إلى المعاني، ننظر هنا إلى المعاني. قال زهير بن أبي سلمى في وصف آثار الحرب وشؤمها على الناس: فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم ترضع فتفطمي. هنا أخطأ في المعنى، المقصود أحمر ثمود وليس أحمر عاد، هنا أخطأ في المعنى. طيب هنا النقد الذي وجه للبيت الشعري عند أبو تمام: كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. هو يريد أن يبين سوء حالهم، أنهم حزينين، ولكن إذا خر البدر من السماء يزداد ضوء النجوم، فأراد معنى ووقع في عكسه، وقع في عكسه، أخطأ أيضا في المعنى. النجوم بدون البدر أحسن، وهذا ضد المعنى المراد. إذن هنا أخطأ في المعنى، هنا أخطأ في المعنى. طيب هنا يقول أحمد شوقي: فاصبر على نعم الحياة وبؤسها. يصبر على بؤس الحياة معروف، ولكن كيف يصبر على النعمة؟ الصبر يكون على البؤس ولا يكون على النعمة. هنا أخطأ. أي مقاييس مقياس للنقد استخدم في نقد الأبيات السابقة؟ مقاييس نقد المعنى: الصحة والخطأ، عندما أخطأ الشاعر الأول وأيضا الشاعر الثاني معناه غير صحيح، معناه غير صحيح لأنه أراد معنى وتكلم عن عكسه. كف نفسه عن الشهوات يعني بالصبر على النعمة. طبعا قد يقبل الرأي هذا النقاش، نحن لا نسلم به، مهما كان ستكون العملية النقدية قابلة للأخذ، الأخذ والرد، لا نسلم تسليما كاملا للناقد، قد تكون عندنا وجهات نظر مخالفة وكلها تحتمل الصواب، كلها تحتمل الصواب إذا يعني جاءت على تبرير صحيح. قد يكون هذا الناقد يعني أخطأ في نقده، وقد يكون أصاب، وقد يأتي أحد يؤيده يقول نعم فعلا الصبر لا يكون إلا على البؤس، النعمة لا يكون عليها صبر. وقد يأتي كما تفضلت وأن في داخل النعمة يكون صبر، وهو أن تصبر على النعمة نفسها ولا 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 تصرفها مثلا في الحرام. مثلا صبرك على فتنة المال قوية أيضا، فهذه يعني قابلة للرأي. النقاد أغلبهم يعني يصيب ويخطئ، ولا نسلم لهم، ولا نسلم لهم، إنما هي اجتهادات، ولكل مجتهد نصيب. ما الجديد في تشبيه أبي تمام الممدوح بالبحر؟ معروف أن كل الشعراء إذا أرادوا أن يشبهوا الممدوح بالكرم يشبهونه بالبحر، كثير من الشعراء إلى يومنا هذا كثير من الشعراء يشبهون الممدوح بالبحر، ولكن كيف تناول أبو تمام هذا المعنى المطروق المستهلك؟ جاء بهذا المعنى وتناوله تناولا جديدا، وأصبح هذا التناول هو الأفضل على الإطلاق. إذن لا يكتفي الشاعر بكون المعنى مطروق، بل يأتي إليه ويجدد ويبتكر في طريقة ترجمته أيضا، هذا يعتبر له ابتكار وتجديد. قال: هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله.
ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. يعني من أعظم أبيات، من أعظم أبيات المدح. الطرافة في وصف الممدوح بالبحر وتشبيهه بالكرم، وأيضا التجديد، تجديد في طريقة تناول هذا المعنى. طيب هنا ما الجديد في تصوير أحمد شوقي لحال الدنيا وهمومها وصعوبة تحمل مشكلاتها؟ قل لي نصير. نصير هذا حامل الأثقال، بطل. وأنت بر صادق، أحملت إنسانا عليك ثقيلا، أحملت طغيان اللئيم إذا اغتنى أو نال من جاه الأمور قليلا، تلك الحياة وهذه أثقالها وزن الحديد بها فعاد ضئيلا، وزن الحديد بها فعاد ضئيلا، أي أن الحياة ومتاعبها أثقل من الحديد. فهذا تجديد أيضا، تجديد في مخاطبة، في مخاطبة أحد أبطال الأثقال، أن هناك ما هو أشد على النفس من رفع الأثقال وحمل الحديد. فهذا معنى جديد وطريقة جديدة مبتكرة في توصيل المعلومة بمخاطبة هذا الشخص. طيب ما الجديد في قول أبي طيب المتنبي لتصور عتابه سيف الدولة له، عاتبه سيف الدولة فترجم هذا العتاب ببيت شعره، قال لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل. يقول أنت تعاتبني وهذا العتب يعني يتعبني، ولكنه عاقبته محمودة. مثل بعض الأمراض، تأتيك بعض الأمراض ولكن في بعدما تنتهي هذه الأمراض تزداد عندك الصحة وتزداد عندك المناعة. فأن هذا التشبيه وهذا طريقة في التناول طريقة جميلة، جعل من عتابه سببا في أمر محمود العاقبة. فهذا تجديد وابتكار لأبي الطيب المتنبي. هنا ما الجديد في قول أبي تمام الذي يصور في احتجاب الممدوح، ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، قال أنهم حجبوني عنك، حجبوني عنك، قال إن السماء ترجى حين تحتجب، يعني أن السماء إذا جاء بينك وبينها سحاب فإنه يزود الرجاء لها، فإن يزود الرجاء لها، وأنت عندما حجبوني عنك زاد رجائي فيك. وهذا معنى جديد ومبتكر، جعل من احتجابه سببا في الأمل والتفاؤل. فهذه التجديدات والابتكار يعني استخدمنا مقياس للنقد، استخدم في نقد الأبيات السابقة وهو مقياس في نقد المعنى، الجدة والابتكار، الجدة والابتكار. طيب ما سبب عمق المعنى في قول زهير وإن الحق مقطعه ثلاث، يمين أو نفار أو جلاء؟ لأنه بيت حكيم، بيت حكيم، وضح ثبوت الحق بواحدة من ثلاث، يمين أو محاكمة أو حجة واضحة. وهنا عمق لأن البيت يرتكز على الحكمة، فيه عمق وفيه بعد في المعنى. طيب هنا يقول ما سبب عمق المعنى في قول بشار إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. من أعظم الأبيات في النصح هنا والحكمة، هذه الأبيات الحكيمة غالبا تكون فيها عمق، يكون فيها عمق تدعو المتلقي لأن يغوص في معانيها ويتبحر ويتمعن ويدقق ليستخرج منها المعاني النفيسة. طيب هنا عكس العمق الذي قبل قليل، يقول الليل ليل والنهار نهار، هل جاء بجديد؟ لم يأتي بجديد أبدا. والأرض فيها الماء والأشجار، معاني سطحية الكل يعرفها حتى المجنون يعرفها، فهي ليس فيها عمق، ليس فيها عمق ولا تحتاج إلى أي أدنى تفكر، سهولة المعنى ويعرفه الناس كلهم. أي مقياس النقد استخدم في هذه الأبيات هو مقياس العمق والسطحية، العمق والسطحية. كلما كان البيت مليئا بالمعاني بالحكمة يكون عميقا، وكلما كان معلومات سهلة والكل يعرفها كان سطحيا، كان سطحيا.
وهناك بعض المعاني تحتاج إلى السطحية أيضا، لابد أن تكون سهلة وواضحة جدا، خاصة إذا كانت تريد إيصال معلومة مباشرة يعني ونصح مباشر. ننتقل إلى عنصر آخر وهو عنصر العاطفة. العاطفة، كل إنسان يحمل عاطفة، ولا يوجد قصيدة تخرج من الإنسان مهما كان غرضها إلا من عاطفة. الذي يتغزل عاطفة محب، الذي يشتكي عاطفة حزين، الذي يرثي عاطفة حزين أو عاطفة حزن، والذي يهجو عاطفة كره، الذي يمدح عاطفة حب، كل القصائد بجميع أغراضها تخرج عن عاطفة، تخرج عن عاطفة. هي تعريف العاطفة الحالة الوجدانية التي تدفع الإنسان للميل إلى الشيء أو الانصراف عنه. فإذا مال للإنسان العاطفة، إذا مالت للشيء أحبته، وإذا أحبت تغزلت، وإذا أحبت مدحت، وإذا أحبت فخرت، وإذا أحبت افتخرت، يعني وما إلى ذلك من أغراض الشعر، أو الانصراف عنه. فإذا انصرفت عن الشيء هجت، يعني جاءت العاطفة في الهجاء، في الذم وما غيره، وما يتبع ذلك من حب أو كره أو سرور أو حزن أو رضا أو غضب، كل هذه تابعة للعاطفة، كل هذه الأنواع تابعة للعاطفة. طيب، كيف نتناول العاطفة؟ كيف ننقد العاطفة؟ كيف نقول هذه العاطفة يوجه، كيف يوجه لها النقد؟ ما الدافع وراء قول أبي حسن التهامي هذه الأبيات ثم وضح عاطفته فيها؟ حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار، أبكيه ثم أقول معتذرا له، وفقت حين تركت الأمداري، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. طبعا هذه القصيدة بن حسن التهامي عندما توفي ابنه الصغير من أعظم المراثي، من أعظم المراثي، لا تكاد توازيها مرثية، لا تكاد توازيها مرثية على مر التاريخ، إلا بعض المراثي مثل مرثية أبي تمام في محمد الطوسي، مرثية ابن الأنباري في ابن بقية علوم في الحياة وفي الممات، وأيضا أبي تمام كذا فليجل الخطوة ليفتح الأمر، هذه المرثيات التي خلدها التاريخ تكاد تعد على الأصابع. فهذه، ما الدافع الذي دفع الشاعر ما الشاعر الذي دفع أو ما الدافع عفوا الذي جعل يعني جعل الشاعر يقول هذه الأبيات؟ هو وفاة ابنه، طيب هل هذا الدافع حقيقي أو يعني مختلق؟ هو حقيقي، يعني شخص مات ابنه فهذا الدافع حقيقي. طيب ننتقل الآن، الدافع حقيقي وهو رثاء ابنه، لذلك جاءت عاطفته صادقة. متى نقول العاطفة الصادقة؟ إذا كان الدافع حقيقي. كيف يمكنك الحكم بصدق العاطفة في نص من النصوص؟ هذه إذا كان الدافع حقيقيا غير زائف كانت العاطفة صادقة، وإذا كان الدافع غير حقيقي كانت عاطفته كاذبة. في نفس هذه القصيدة التي قالها الحسن التهامي، جاءه أحد الخلفاء وقال له أريدك أن تكتب قصيدة في ابني، توفي ابني، أريدك أن تكتب قصيدة مثل قصيدتك التي كتبتها في ابنك عندما توفي، حكم البنية في البرية، حكم المنية في البرية جاري. قال أبو الحسن التهامي إني لا أجد لابنك في صدري ما أجده لابني، يعني المشاعر التي أجدها في صدري تجاه ابني ليست مثل المشاعر التي ستكون في صدري تجاه ابنك، لأن المشاعر التي في صدري تجاه ابني دافعها حقيقي، وأما لو أكتب لابنك فإن الدافع غير حقيقي، لأني فعلا لا أجد حزنا على ابنك، فالدافع سيكون كاذب، فتكون العاطفة كاذبة، ولكن عندما رثى ابنه كانت صادقة، ولو رثى ابن الخليفة فكانت كاذبة، لأن الدافع ليس حقيقي. ما معيار قوة العاطفة في الشعر؟
متى أعرف أن هذه العاطفة قوية؟ عاطفة هذه القصيدة قوية إذا أثرت فيني كمتلقي، ولكن إذا لم تؤثر فيني ليست قوية. هكذا إذا نقول مقياس تأثر القوة والضعف هو التأثر. وقد تختلف التأثير من شخص إلى شخص، قد تؤثر في شخص ولا تؤثر في الآخر. طيب هنا الشعر الذي نظمت به الملاحم الأسطورية الطويلة هو الشعر القصصي أو الملحمي. من مقاييس نقد المعنى؟ مقاييس العمق والسطحية، معنى عميق ومعنى سطحي. طيب مقاييس نقد العاطفة، عاطفة صادقة وعاطفة كاذبة، عاطفة صادقة وعاطفة كاذبة. هذا ملخص لأنواع الشعر، هو الشعر التعليمي والشعر القصصي والشعر التمثيلي والشعر الوجداني، هذه الأربعة. تعليمي لنظم المعلومات وتسهيل حفظها، القصصي لنظم القصص الطويلة والتاريخية، الشعر التمثيلي يكون بدل الحوار على المسرح النثري يكون شعري، الشعر الوجداني هو الذي يعبر عن تجربته الخاصة ووجدانه الخاص. مقاييس نقد المعنى الشعر، نقيس المعنى ونقيس العاطفة ونقيس الأسلوب ونقيس الخيال. سنأخذها بإذن الله بقية المقاييس لاحقا. مقياس المعنى، نتجه إلى المعنى، هل هو عميق، هل هو سطحي، هل هو صحيح، هل هو خطأ. ومقاييس العاطفة، هل هي عاطفة صادقة، هل هي كاذبة، هل هي قوية، هل هي ضعيفة. إلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس.